السلامة ومرحبا بكم في كوجينتي. اليوم باش نطيب لكم الملاوي. قداش عندي نجرب في الملاوي وحتى مرة ما حبش تجيني الروسات هذه، جربتها وجاتني ناجحة 100%، وحبيت نوريكم كيفاش تجي، سرتو اللي ما يعرفش يعجن الملاوي واللي ديما تجي يابسة كيف حالتي. والمرة هذه عجبتني الروسات، قلت نوريها لكم. شنو نستحقو للملاوي متاعنا؟ 900 غرام فرينة. انا باش نعمل كونتيتي كبيرة، خاطر المرة اللي فاتت عملت كونتيتي صغيرة، حتى حكيت 5 كعبات، من بعد مازلت نطيب وفاو الكعبات، عملت دو بالتريبل المرة هذه. تو نعطيكم الكونتيتي صغيرة، جربوها وكان عجبتكم بعد دوبل الكونتيتي متاعكم. شنو نستحقو؟ 900 غرام فرينة، ما حكيت 510 مليلتر، واحنا والفارينة عنا ميزان، خاطر فما فارينة تشرب وفارينة لا، ما دافي لازم يكون، و3 مغارف كبار سكر، و3 مغارف صغار ملح، وبعد انتي والذوق متاعك متاع البات. والخميرة الخبز باش نعملو 3 مغارف صغار، ومن بعد باش تجينا مورقه الملاوي نتاعنا، خذيت 150 غرام زيت و150 غرام زبده ذوبتها. وباش ناخذو شويه خميره جاتو، وباش ناخذو شويه سميده رطب. وانتي كي تحب تعمل كونتيتي صغيره، تعمل 300 غرام فرينه، عليهم مغرفه كبيره سكر، وعليهم مغرفه صغيره ملح، ومغرفة صغيرة خميرة تاع خبز، وعليهم حكاية 170 مليلتر ماء دافي. وانتي والفارينة ديما الماء، هاك تنجم اقل تنجم اكثر، باش تورق بها تنجم تاخو نفس الكونتيتي وتقعد لك، من بعد نجم تستعملها ما يجري لها حد شيء. توا نبداو باش نعجنو الفات متاعنا. باش نعجنها في فكرة، واللي يعرف يعجن يعجن بيدو. باش نحطو اول حاجة 3 مغارف صغار تاع الخميرة، ونحطو السكر متاعنا، ونبداو نصبو في الماء بشوية بشوية ونعجنو ونشوفو الخليط متاعنا. بديت تلم البات، نصبو الملح متاعنا، نكمل نعجن البات متاعنا، نزيدها شوية ماء، زلت يبسة شوية لنكمل الماء متاعي. هاكا نتوما في صبان الماء، هاكا عندكم ميزانكم كي وين تحسوها طرات تيزيها من الماء. البات متاعنا تعجنت، سي بون يزيها، خليتها حكاية 7 دقايق. توا نخرجوها، توا ندهنو دينا بشوية زيت، ونخرجو البات متاعنا ونحطو في البلانك. في كيف شوية زيت تحب، زيت زيتونة ولا زيت صب، ومستحسن صابة باش ما تجيش برشا مبسة، خاطر عملنا الزبدة بطبيعتها بس. توا باش نقسموها لكعبرات، نقسموها 30 كعبة،
ونوعا ما 300 جرام، تقسم 300 جرام فرينة تقسم 10 كعبات. يعني مش باش نعمل، باش نقسمها على 3، كل 3 نقسمهم على 10. حاول نعملهم قد قد بكونتيتي أصغر أسهل الخدمة. حاول نقسمهم قد قد، نزيد نكبر فيها. قسمت كعباتي 30، ندهن يدي بالزيت ونشد الكعبات ونحاول ندهنهم باش مش ياكلناش. حاول نعملهم دويرات، ندهن تحطهم في بلاتو ولا تحطهم هنا ونغطيهم كل بالزيت مش ماشي خوليش. كي بيت المليل امتانا ارتاحوا كاملة نص ساعة. توا اش باش نعملو؟ توا باش نبداو نحلو بالكعبة ونحطوا لها الخليط هذا اللي هو نص كاس زيت ونص كاس زبدة ذايبة، وإلا 150 جرام. 150 جرام ناخذو هكا بخي شطر ساشي خميرة، ناخذو 4 مغارف سميد أرطب، والخليط هذا باش نخلطو باش نورقو بيه كعبات الملاوي متاعنا وتجينا خفيفة وبنينة. ما ننصحكم جربوها البنات، بنينة وسهلة، صحيح تشد شوية وقت في الخدمة متاعها أما باهية. الرزولتا متاعها هي بالفرينة كيف متاع السميد بالضبط. هاكا لاستيس هذي متاع التوريق، هاكا تعطيك البو كأنك عملتها بالسميد. تو أول حاجة نعملوها ندهنو إيدينا شوية زيت باش تمشي معانا البات. ناخذو الكابورة متاعنا ونبداو نحلو هكا بشوية من داخل ونخرجو، نحاولو نجودوه. ناخذو الخليط متاعنا، نزلت شوية دي شوية ونحطوه في وسطها، نختموه هكا في الجناب الكل. تو نطويوها، ناخدو بارتي أخرى ونسكرو هكا. سكروها على 4 وتحطوها على جنب ونغطيوها ونخليوها ترتاح. ناخد موطا وشطر الكعبات الكل بنفس الطريقة، وشطر الاخر خاطر باش نحطو واحدة في وسط واحدة واحدة، نخدمو هكا دورة نحلوها وشطر باش نحطوها في وسطها.
كعبيت كل خليط هو اللي باش يطريها ويخليها مورقة بالكدا. ديما نطويو على أربعة نكملو. ديما نغطيوهم باش ما يشيحولناش. كملنا نخدم كعبيتي وبعد نرجع لكم نوريكم الطريقة كيفاش باش نحط واحدة في وسط واحدة. توا كملت شتان الكعبيت تويتهم هكا في الكتاب. توا ناخذو الشتان الاخر ناخذو كعبتنا ونحلوها هكا. نحاولو نجاودو بالكدا داخل واحنا خارجين تمشي معانا يا فيسا تكتب الزيتة توا نحطو الخليط متاعنا ندهنوها الكل ونبداو بأول واحدة خدمناها ونحطوها في وسطها ونطويوها كيف كيف الكتاب هكا. هذه السر متاعها باش تنجحلنا. نغطيوها نكملو نخدمو بقية الكعبات الكل هكاكا. ديما كعبة كعبة مش احنا نخدمو دوبل. مثلا انتي خدمت الكونتيتي الصغيرة اللي عطيتها لك 300 غرام فرينة باش طيحو لك 10 كعبات انتي باش تقسمهم هاكا في الاخر يطيحو لك 5 على خاطر باش تاخو كل كعبة في وسط كعبة. كتحب كونتيتي كبيرة زيد المقادير كيف ما عملت انا شي طايحولي 15 كعبة. عيد مداوي بنينة الناس الكل تحبها. بقى واحد في الغربة كي يتشال مداوي يشمر على ايديه ويطيبها ما يقعدش يستنى لين يروح لتونس باش يشري المداوي. سبتو يبدا ما يعرفش يعجن ولا ما عندوش الباتور مشكله. بقى ننصحكم اللي ما يعرفش يعجن ياخذ الباتور يلملو بشويه بشويه. رحمه اللي اخترع الباتور ويرتاح من العجنين. نكملو كعبيتنا الكل بنفس الطريقه. نحطو زيت من اللوطة باش تمشي معانا الكعبة. نبداو من داخل ونخرجو هكا لين تجود من الكعبة. ديما ما نساوش باش نحطو الخليط نتاعنا. ويجي حتى كبرهم بلا
هم صغار ولا هم كبار برشا؟ ديما نغطيوهم ترفيسة تشيح لنا البات من فوق، تعمل لك القشرة اللي يبسه. كمل هنا كعبيتي ونرجع لكم بعد باش نطيبوهم. توا كملت كعبيتي الكل حضرتهم، توا باش نبداو نطيبوهم. حطيت القلاية فوق الغاز تسخن، نتوما ما فيش باش تطيبو، قلت عندكم الطاجين هذيك يطيبو فيه. وناخذو كعبيتنا ونحلوها هكا بشوية، تحبها مستطيلة ولا تحبها مدورة انتي، والفورمة اللي تحب عليها تشكلها. انا باش نعملها مستطيلة ومدورة، باش نعمل زوز اشكال. حطو شوية زيت في القلاية بتاعنا، القلاية بتاعنا، ونهزو كعبتنا ونحطوها. خليوها تيب، حضروا احنا الكعبة اللي من بعدها نحلوها. الأولى الثانية تبدأ حاضرة، والمداوي ديما هكا حاول اقلبها باش الغاز تحمر شوية. طلعت الغاز قويت وانا برشا، ديما اقلبها باش تحمر عشرتين ويجيك اللون مزيان. دي الشريحة حمرا اكثر من الشريحة الاخرى، ديما اقلب. والسر نتاع النجاح نتاعها ديما تقلب الكعبة وهي تيب، متخليهاش برشا على شيرة واحدة، تيب منها اقلب منها، ديما شقلبها الكعبة. كعبة المليوي بدات تحمر بتاعنا، دهنوها من فوق شوية بزيت. نقلبوها كان نقعد ديما نقلبو شوية هكا شوية هكا باش تجينا مورقة. هاكا ديما كي تبداو تخدمو ابداو بالكعبة اللولة اللي خدمتوها، كاللولة باللولة والاخرى هي تقعد الاخرى باش خاطر لازمها تزيد ترتاح شوي بعد ما شكلتها من اللول، ترتاح شوي وبعد خدمها انتي. ما ديما كملت كعبتك اللي هي الكعبة اللولة ارتاحت.
الزهاق صح، نحطوها في الكربيه، نحطه العادة ويا زيت، ونحطه كعبة نوفينيا. نخليوها تيب والماوي نغطيوها بمنديلة باش تقعد لنا شوية ديما نخرجو الخبز، ونغطيوها نكمل الكعبات نطيبهم، ومن بعد نوريكم كيفاش طلعوا. البلاوي متاعنا حضرت كيف ما تشوفوا، كمل طيبتها هيا، جات كعبتنا تريا، جات فويتي كيفاش مورقة وخفيفة، كتجي مع فطور صباح مع شوية عسل ولا نوتيلا ولا معجون، كل واحد شنو يحب يفطر، ولا نعملوها ساندويتش كيف نعملوهم في تونس، ساندويتش مداوي طرف هريسة جبن اومليت طن، كل انسان شنو يحب يحط فيها. ان شاء الله تجربوا هالرسيت وتعطيوني رايكم فيها، وما تيأسوش جربوا المرة الاولى الثانية الثالثة لين تجيكم الروسيت صحيحة، جيتكم المرة الأولى خايبة الثانية تتحسن الثالثة جي سي بون. وما تنسيوش باش تعملوا أبوني معايا كانكم أول مرة تتفرجوا فيا، وتقولوا لأصحابكم، وكان تحبوا ديما يوصلكم جديدي انزلوا على الجرس اللي بحذا أبوني باش هكاك أي روسيت نهبطها تجيكم، وإلا تحبوا روسيت تقعد لكم معناتها وقت اللي تستحقوا تلقاوها حطوا جيم هكا، وقت اللي تحبوا الروسيت هذيك تلقاوها عندكم، وإن شاء الله عجبتكم وصحة وبشفي ليكم. باي باي.